ميرسي سي قيس على استقبالك لينا لهنا وكل شيء يحكيوا على لونتوراج نتاعك وكل شيء انا لقيناك اليوم تقريبا وحدك معك رفيق الدراسه قلت لي عنده 30 سنه ولا اكثر تقريبا تقريبا وبعد في كليه الحقوق مع بعضنا لكن بقيت لونتوراج الكل اللي يقولوا اللي هو يتراوح من سلفيه او اسلاميين متشدين حتى الاقصى اليسار شنو حكايته هذا الكل؟ فما انتوراج فما ناس اما مؤمنه بالفكره والمشروع مرحبا بهم واللي يحاول يقيس بالمقاييس القديمه ولا ان في حاله حصار هذا سمعته المده الاخيره في حاله حصار من مجموعه راهو غالط في العنوان تماما يعني خارج التاريخ خاصه اللي حب هذا اللي الحدث عليه من اراد الانخراط فيه شكرا من اراد ان يوظفه لنفسه او يندس فاعتقد انه لا يجد اي مكان للاندساس ولن اكون معنى رهين اراده احد بالرغم من المغالطات وما عنديش تحمل انتخابية ولا مدير حملة انتخابية ولا إدارة هذه كلها قائمة على التطوع التطوع بناء على تبني الفكرة والمشروع ومن جاء مؤمنا بهذه الفكرة وهذا المشروع مرحبا ومن أراد أن يندس فلا يجد أي فضاء يندس فيه واضح ابراهيم احمد حمادي سيبون حاضرين مرحبا تفضل مرحبا شكرا سي قيس سعيد احد المرشحين للدور الثاني من الانتخابات الرئاسيه شكرا على استقبالنا هنا بحذاك ومرحبا بك في نواد مرحبا مرحبا لكل من هو معنا في المشاركه شكرا لكم على القدوم وعلى تجشم عناء التحول الى هنا سي قيس سعيد في المرحله اللي فاتت بعد صدور نتيجة الانتخابات في دورها الأول العديد من الملاحظين الصحافة الوطنية والعالمية تعاملوا مع الحكاية هذه كمفاجأة من أهم العناصر اللي في علاقة بالمفاجأة هذه هي ما اعتبره العديد ضبابية في علاقة بهويتك السياسية أو مراجعك السياسية كيفاش تنجم تقدم اليوم هويتك السياسية هذه بقي دائما يبحثون عن الهويه السياسيه لمن ينتمي او من وراءه ومن يدعمه وما هو الخطاب الذي يتبناه. الهويه السياسيه باختصار هي هويه تونسيه وليست مرجعيه فكريه معينه. لم تجاوزت الهويات السياسيه منذ عقود. لم اطرح فكرا معينا بقدر ما طرحت اليات قانونيه تتعلق بتمكين الاغلبيه بتمكين التونسيين والتونسيات على السواء من ان يعبروا عن ارادتهم ليس من منطق الوصايه منطق تبني فكر معين ولكن من منطق اننا ننتمي كلنا الى نفس هذا الوطن ما هي الآليات التي تحقق إرادة أغلبيه المواطنين؟ يعني المرجعيات الفكريه القديمه أعتقد أنه تجاوزها الزمن لكل الحق في أن يتبنى مشروع أو فكر معين ولكن اليوم دخلنا مرحله جديده في التاريخ بمختلف المقاييس لم يكن هناك تنظيمٌ مع احترامي للجميع ومع احترامي لكل المرجعيات الفكرية لم يكن هناك تنظيم وراء الانتفاضة التي تحولت بسرعة إلى ثورة ليست هناك هوية لأن لم أطرح حتى في إطار الحملة التفسيرية وليست حملة انتخابية حلولا بقدر ما كان الأمر يتعلق بالإنصات إلى المواطنين والمواطنات وخاصة الشباب وهم الذين أداروا الحوارات هناك تقول لي هويتي تونسية وأنت متهم من طرف العديد من من منافسيك السياسيين بالشعبوية هنا كتقول لي الشعبوية سمعت. لا. لأن حتى نتفق حول هذا المفهوم الذي ظهر في الولايات المتحدة الأمريكية في وقت من الأوقات دائما هذا المفهوم يتداول شعبوي يعني هو مفهوم ما فماش توافق عالمي وواسع لا ليه؟ ليه؟ حتى حتى الباحثين في العلوم السياسيه يختلفوا فيه ما معنى الشعبويه يعني تطرح قضايا وهميه او للحصول على اكثر عدد يعني من لا الاصوات لا لم تكن هذه القضيه او طرح يعني مبسط جدا لدرجه انه يتحول الطرح يخاطب الاحساس او مسائل كما هكا لكن هنا خلينا يخاطب الا العقول به واضح لا تخاطب الا العقول لكن كي تقول لي هويتي تونسيه نعم عملنا في التعدديه السياسيه لانه التعدديه السياسيه هي اللي توري انه فما الوان مختلفه فما افكار مختلفه وبالتالي فما برامج مختلفه وطرح مختلف وايضا هناك بعد اخر مهم جدا في الحكايه هو انه كي تقول انا مشروعي جمله من الادوات القانونيه هل ان ننفي الفكري والسياسي ونوليو في بعض قانوني تكنوقراطي قانوني بحت اللي هو نحلو باش نحلوا به المشاكل كان مش قضية شيء التعددية السياسية موجودة قائمة لست وصيا على اي كان ليختر الشعب التونسي ما يرى لست ضد التعددية السياسية ولكن الاحظ هنا ان التعدديه السياسيه في بعض تختلف عن التعدديه الحزبيه يعني هناك فرق يمكن ان تتعدد الاحزاب وجود لتعدديه السياسية والعكس صحيح يعني لست وصيا على اي كان تبقى الاحزاب بطبيعه الحال ولكل مرجعيته ولكل تصوره ولكن هل اننا خاصه في المجال الاقتصادي والاجتماعي هل ان هناك تعدديه مشاريع القوانين بالتأكيد وأنتم من بين أكثر الملاحظين متابعة لنصوص القوانين يعني لا كادوا يختلفون في التوجهات يعني إلا في بعض الأحيان يعني في بعض المناسبات القليلة جدا يعني هذا بالنسبة إلى التعددية طرح السياسية المعارضة مثلا مختلف جدا على طرح الأحزاب الحاكمة فيما يتعلق بالمسائل الاقتصاديه والاجتماعيه فما معارضه تتوجه مثلا للتاميم او لصناعات معينه او لدعم قطاعات معينه يعني وكل بالنسبه الى الاغلبيه بالنسبه الى عدد كبير من تعرف حتى عدد الاصوات داخل المجلس 114 120 وكيف يتم الحشد لتمرير عدد من مشاريع القوانين اذا اعتبروا ان تلك القوانين ضروريه بالنسبه الى تجسيد تصوراتهم يعني أردت فقط أن نتحدث عن الفرق بين التعددية السياسية والتعددية الحزبية، لأنه يمكن أن تتعدد الأحزاب بدون تعددية سياسية، ويمكن أن تكون هناك تعددية سياسية في بعض الأحيان حتى داخل الحزب الواحد هل تنفي على نفسك أنت وطريقة وتصورك أنت للممارسة السياسية خاصة في منصب رئيس الجمهورية؟ هل تعتبر نفسك وتعتبر أن رئيس الجمهورية يجب أن لا يجب أن عليه أن يكون قائد بل هو عبارة على ميسر أم مديراتور سيبا أن ليدر ان فيدراتور بلوتو جامعة ان فيدراتور لكن أم فيدراتور بوتيتر leader زاد لكن كأنك تنفي هذه يعني أكره الزعام اللي يعني فكرة الزعيم الملهم والقائد و... يعني ليس لا بالضروره لا ان يكون الملهم والقائد لا يعني لا في لا فكره لا الزعامه لا اللي عرفناها خاصه في يعني ثقافه العالم العربي و... لا حتى في الخارج يعني هناك زعماء تاريخيون لا احد ينكر ذلك في مواقف تاريخيه معينه لا مش مش لا يعني 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 كي نحكي على الزعامه مش بالضروره القياده الكبيره ولا ولا وكل الجو نحن للاسف الثقافه الثقافه العربيه عموما في ظل الديكتاتوريات يعني يتم صنع الاصنام ثم يعبدونها ثم يعني في أصنام. في الانظمه العسكريه في كل الانظمه الديكتاتوريه عسكرية ومدنيه صنع الصنم هم الذين يصنعون الاصنام ثم يعبدونها انتهى عهد الاصنام وانتهى عهد الزعامات التقليديه اليوم كيف تكون جامعا المهم هناك دوله وهناك ضرورة حماية الدولة واستمراريتها والسياسات التي يجب اتباعها والخطاب الذي يجب تبنيه هو الخطاب الجامع وهذا ما اردت من خلال التصور الذي قدمته يعني من المحلي الى المركزي يعني حتى يكون المركز تاليف لمختلف الايرادات التي يتم التعبير عنها من قبل المواطنين وبذلك تحقق الدولة المهمة الأولى لها وهي تحقيق الاندماج. Yeah. وهنا المقاربه هذه اللي قدمتها الحقيقه في العديد من الحوارات no. علاش مش نرجع عليها no. في تفاصيلها واللي لخصتها انتي no. اه اللي تهدف هي حسب تفسيرك على الاقل في المرات الاخرى الى تحقيق تمثيليه افضل no. وعمق اجتماعي اهم no. للمؤسسات التي اللي هي مسؤولة على الحوكمة سواء على المستوى التشريع, التشريع. الجهوي نعم أو المركزي الحوكمة والتشريع التشريع الوطني يجب أن يكون معبر عن إرادة الجميع مثلا اللي حكيتك على أم العرايس ولا على الهورية ولا على القصرين في المعتمدية واللي هو الممثل وديما تحت الرقابة نتاع المواطنين وأهم شيء وهذه مش بدعة ال الوكالة وفي إطار سيادة الشعب يجب أن تكون قابلة للسحب شنو النماذج اللي ارتكزت عليها باش يكون التصور هذا من وحي الواقع يعني من اعرف الواقع التاريخ <applause> 14 15 16 جانبي 17 جانبي اكتشفت ان دخلنا لحظه تاريخيه جديده <applause> تذكر الطوابير امام المخابز تذكر يعني غاب الامن والمواطن تصالح مع الفضاء العام تذكر كنا نتشارك كاجوار في رفع القمامة المنزلي تتذكر بالتاكيد يعني تلك الايام الخالده هي ثوره ثقافيه حصلت ولكن للاسف تم اجهاضها احترام قواعد المرور الامن غائب ولكن تفضل برا انت قبلي نوع شعر التونسي انه مواطن لكن أن زاد وقتها كنا في الظرف هذاك سي السعيد. قلنا اللي عبارة أيضا الأفكار الأناركية عندها مكان في المجتمع التونسي والشعب التونسي وصل إلى أي مدى تنسب هذايا للفكر الأناركي مثلا؟ لا كانت العملية تلقائي وتصالح صار التونسي مواطن، ايش المواطن؟ هو الذي يشارك في الشأن العام، يعني لا سيتي هو المشاركة في الشأن العام. لماذا صارت الطوابير في منتهى الانضباط <applause> لماذا في ذلك الوقت غاب المرفق العمومي للأمن ومع ذلك كانت حركة المرور حركة يعني في منتهى الانضباط يعني حتى خرق الضوء الأحمر أو علامة قف يعني غير موجودة بل يعطيك الأولوية لا هذا اللي عشت اللي عشت يمكن يمكن نوزوبسيرفاسيون همش كيف كيف بالضبط ولا لا لا, لا, لا اللي يعني ليست في القرن 19 مم. عشت بنفس يعني شاهد عيان ولست شاهد العيان الوحيد اللجان الاحياء في ذلك الوقت الحفاظ صحيح؟ على الامن يعني صحيح؟ لماذا تنظم الشعب التونسي حتى حملات النظافه يعني معنى ملاحظتك اعتقد ان في غير محلها حملات النظافه الحراسه بالليل المرور في كل تقريبا مظاهر الحياه، صارت تونسي في تلك الايام لمده 10 او 15 يوم مواطن، لكن لاداره الازمه يعني حولوا المطالب الى مطالب قطاعيه، الى مطالب جهويه، الى مطالب فرديه، يعني كان الشعب يريد تحول انا اريد، يعني من صيغه الجمع الى صيغه المفرد، وهذا خطر على الحل الفردي او الحل القطاعي لا يمثل حل يمكن يمثل حل بالنسبة إلى البعض ولكن ليس حل لأن الشعب يتوق إلى حل جماعي وليس إلى حلول فردية أو جماعية هل جديد اللي خرج عام 2014 وانت ظهر عندك نقد العديد من, من النقاط فيه هل أنه النجم نعتبروه حتى لليوم وللمستقبل عقد اجتماعي يجمع الناس كل ومش غير قابل للتغيير في السنين الجاية أو في العقود الجاية ما فماش نص قانوني غير قابل للتغيير في يعني السنين الجايه او في العقد الجاي مجال زمن زمني معين لا لا كل النصوص القانونيه بما في ذلك الدستور قابلة للتعديل هل ستسعى لتعديل الدستور أو تنقيح الدستور في, في, في العهد العهدة الجاية كما تم انتخابه؟ هناك إجراءات ينص عليها الدستور لابد من احترامها السلطة النية والمشروع المشروع موجود, الدستور موجود, يعني موجود ولكن ليست بيدي لست أنا السلطة التأسيسية الفرعية المجلس النيابي هو الذي سيتولى ذلك لكم السلطة لإقتراح المبادرة والمبادرة بقوانين ولكن من يشرع من يضع القوانين ليس رئيس الجمهورية هل المجلس لكم التشريعي؟ نقاط محددة حاليا؟ يعني هذا التصور الذي ذكرت في إطار احترام الدستور الكلمة الفصل تعود إلى المجلس التشريعي الذي يتحول بالمناسبة إلى سلطة تأسيسية فرعية والعلاقة هنا تصير بين سلطة تأسيسية وسلطة مؤسسة خدمتك البدغوجة أنا خدمتي الأخبار هل أنه فما نقاط في دستور 2014؟ قادم وعندك نية واضحة لتنقيحها أو تغييرها التغيير التنقيح تقديم مشاريع للتنقيح أه. بقي ليست أنا الذي سيتولى التنقيح المجلس التشريعي طبعا المقترحات, المقترحات خص أما نقاط بالضبط النقاط المتعلقة بهذا التصور الجديد هذا البناء أي الباب يتعلق بالحكم المحلي لا المجلس الحكم المحلي ما أنا أسألك أنتظر منك الجواب لا أنا لا اليوم أنا نسل. لا أنت تسأل ولكن ممكن أيضاً أنا قرأت صحافة ما قريتش ما لا قريتش عندكم ك... من لا لا, لا. نسألك <applause> ولا هل أن الحكم المحلي هو بالفعل حكم محلي نتيجة لطريقة الاقتراع التي تم اعتمادها وهي طريقة الاقتراع على القائمات كما شأن بالنسبة إلى انتخابات المجلس التشريعي من يتم انتخابه لا يشعر بأنه مدين في انتخابه للناخبين الذين انتخبوه ولكن يشعر بأنه مدين للهيئه المركزيه للحزب التي وضعته على رأس القائمه يعني الوكاله المفروض التي يقوم عليها الانتخاب هي بين الناخب والمترشح او المنتخب هناك كأنها تفويض للحزب ونتيجه لذلك يصبح المسؤول او المنتخب مسؤولا امام قيادته المركزيه ثم بعد ذلك بمجرد انتهاء الانتخابات تبدا التصدعات والانشقاقات بل اكثر من ذلك تظهر كتل داخل المجالس النيابيه لم تكن موجوده اصلا لان غائب الشعور بالمسؤوليه امام الناخبين يعني انا فوضتك انت كشخص لو كان الاقتراع على الافراد اعرف سيثامر سيثامر سي ثامر اعرفه انتخبه ولكن يبقى تحت رقابتي وبامكاني ان اسحب ثقه من هذا ليس بالبدع ريكول في الولايات المتحده الامريكيه بدا في نيويورك في سنه 1903 سحب الثقه وتوجد العديد من الامثله الاخرى وبالتالي انا فوضت يعني انا بعض النقاط وانت قل لي تفهمتك بالكدا نعم. في النقطه هذه لكن قل انا باش نقول لك على بعض النقاط وانت قولي لي اما هما اللي ناوي تحمل مشاريع للتنقيح. القانون الانتخابي. نعم. جاوبتني توا نعم وناوي تنقل. نعم. مش انا ناوي ننقل. ناوي, ناوي تقترح تنقيح. مش بيديان طبعا ناوي من احترام الدستور. القوانين ضابطة هذا والدستور ضابط هذا. باهي ناوي تحمل ايضا مشروع لتنقيح باب الحكم المحلي في الدستور. الحكم المحلي البلديات لابد من تراجع في البلديات ولكن لابد من مراجعة أيضا مجلة الجماعات المحلية الجماعات المحلية المحلي نقاط أخرى ممكن هي كل ما يتعلق يعني بالقانون الانتخابي واللي يتابعه وكل شيء لكن فما العديد من النصوص الترتيبية اللي تترتب على هذا اللي أنت زاد عندك النية باش تقترح تنقيحها شو ما النقاط الاخرين اللي تقترح تنقيحهم من الممكن ان تقترح تنقيحهم في العهده نتاعك لو تم انتخابك رئيسا للجمهوريه؟ عديده في الواقع القوانين مثلا كنت اقترحت في الواقع امام المجلس التاسيسي احداث مجلس اعلى للتربيه والتعليم. مه. يعني يكون مؤسسه دستوريه. مه. نحن كلنا مدينون لمن علمنا. يعني من السنه الاولى تعليم ابتدائي الى اخر سنه في الجامعه حتى يعني من بين قطاعات السياده التربيه والتعليم يعني واقترحت ذلك امام اعضاء المجلس التاسيسي عوض يعني هذه المؤسسات يعني التي تم احداثها من بين اهم المؤسسات مجلس اعلى للتربيه والتعليم حتى لا يكون يعني هذا المجال عرضه للتجاذبات او للاختيارات السياسيه حتى لا تتسلل السياسه بالشكل الذي نعرف الى برامج التعليم ثروتنا الحقيقيه هي الثروه البشريه وكنت اقترحت حتى لاحد الوزراء قلت يعني من بين اهم النصوص القانونيه في تونس بعد الاستقلال قانون 4 نوفمبر 58 المتعلق بالتعليم يعني احدث ثوره في المجتمع شو ما القوانين تونس الاخرى والقطاعات المتعلقه بها اللي تخمم باش تقترح فيها حتى بالنسبه حتى الى الضمان الاجتماعي من حقوق الانسان بالنسبه الى الحق في الصحه الحق في الصحه تحدثت الى الكثير يعني من حقوق الانسان وليس من حقوق المواطن الحق في الصحه الضمان التعليم الاجتماعي. الصحه والضمان الاجتماعي يعني الدور الاجتماعي للدوله يعني لو كان لدي الامكانيات وان شاء الله تتوفر الامكانيات وتحدثت الى عديد من الاطباء المختصين ليس في اطار حمله انتخابيه ايضا هي حمله تفسيريه ومجرد مقترح مدينه صحيه في وسط تونس يعني في جنوب القيروان شمال سيدي بوزيد مدينه صحيه تتوفر على كل الاختصاصات بيوت الأطباء. بيوت الاطار شبه الطبي صحه التعليم التشغيل لا, لا خلينا نوصل بالله خاطر تبدا لحظه مهم يعني حدائق عموميه مسارح مدارس ابتدائيه مع ثانويه يعني كل المرافق التي يمكن ان تتوفر للمواطن وتكون يعني مدينه كامله صحيه في الوسط تونس اللي قلت يعني الاختيار حتى تكون في وسط تونس يعني كل ما يعني غازات كبرى نزل الى اخر ذلك وكل الاختصاصات حتى تكون قريبه من كل التونسيين يعني هذه المدينه الصحيه الكبرى يعني تكون بالفعل نحن في حاجه الى انظر الى المستشفيات في تونس في بعض الاحيان في بعض الاحيان في كل الاحيان يعني لكن المدينه هذه اللي هي تخلق نوعا ما مركز للخدمات الصحية العمومية هل أنها بتجاوب على المشكلة اللي موجود لا. في المستشفيات لا, لا. إيه بد من تعهد المستشفيات ولكن مدينة كاملة يعني آه. تونس ليست كبرى تكون يعني حتى المساحة في الوسط في وسط آه. تونس يعني تكون يعني في انتظار التحسين ولكن لابد ايضا من تعهد المؤسسات الاستشفائيه انت صغير السن ربما لا تذكر ولم يعني لم تولد في ذلك الوقت كانت أفضل بكثير مما هي عليه الآن في بعض الأحيان الـ يعني الـ لا تجد أي إحاطة بالرغم من إرادة عدد من الأطباء الذين يوفرون من أموالهم الخاصة يعني حتى الأوراق التي يكتبون عليها الوصفات الطبية من أموالهم الخاصة الجهة الوحيدة التي تعمل في بعض المؤسسات هي المشرب البذات <applause> القطاع الصحي يمر بأزمة كبيرة وهو في تدهور واضح الدولة يجب أن يخص الدولة الاجتماعية سي قيس نعم. تشغيل نعم هل أنه فما مشروع محدد أو تنقيحات في القوانين اللي موجودة حاليا وفي الدستور فيما يتعلق بالتشغيل التشغيل يعني حكيت على قطاعات الصحة يعني والتعليم يعني أنا مرة أخرى لأبيع الأوهام يعني التشغيل والاستثمارات وال... م. هذه حينما تكون يعني الـ الـ هذه البرامج التي يضعها الشباب في كل المعتمدات لخلق الثروه. مم. يعني ليس لدي اي مشكل مع القطاع الخاص يعني الدوله تسترجع دورها الاجتماعي مم. ولكن كيف هم ينتجون الثروه في مم. تلك المناطق؟ لنمكنهم من الاليات في تالة. في ماجل بالعباس. في فوسانه في ام الاقصاب في يعني لديهم مشاريع حدثتك عن ام العرايس منذ قليل وعن الهوريه يعني كيف تاتي هذه البرامج المتعلقه بالتنميه بمعناها الشامل من من المواطنين انفسهم يعني التشغيل دائما قضيه التشغيل مطروحه والبطاله متفاقمه والاوضاع بؤس وفقر يزداد يوما بعد يوم وهنا تلاحظ وانت قادم الى هنا كيف ان الناس تقتات من الخبز اليابس ومن القوارير البلاستيكيه تلاحظ هذا الوضع كيف يعني نحن نحتاج مليون ساكن الثروات الموجوده كيف ليخلق الشباب الثروه؟ بناء على مطالبه بل ليس مسا باي قطاع وليس مسا بالتوازنات ولكن هذه الطريقه التي يمكن ان نخلق بها الثروه وان نحقق بها مواطن الشغل التي تحفظ كرامه كل المواطنين. قسمت معنا رؤيتك في الصحه في التشغيل في التعليم لكن ايضا رؤيه في مجملها وحقيبه الادوات القانونيه التي انت طرحها عباره على ثوره مؤسساتيه. لكن كما تعرف المرحله اللي فاتت الخمسة سنين هذوما اللي معناها هي مرحله كان من المفترض فيها انه الشانتي الكبير اللي تقوم به الدوله والسلطه التشريعيه بالاساس هو ملائمه القوانين مع احكام الدستور الجديد اللي هو كان فما تقاعس كبير بطء كبير وفي العديد من الاحيان لاحظوا انعدام اراده سياسيه المضي قدما في الشانتي هذا اللي أنا شانتي طبعاً. الشانتي هذا من اهم الملفات اللي فيه ملف المساواه اللي هو ملف يمس مساله الحريات الفرديه لكن ايضا يمس مساله العداله الاجتماعيه وكل شيء مثلا فما مساله المساواه في الميراث اللي هي مؤشر ناخذوها هنا في نقاشنا هذا، وأنت كان عندك مواقف عبرت عليهم أنه ما تراش على أقل تقدير أنها أولوية أو أنها من الحاجات اللي طلبها الشعب التونسي، هل أنك أنت اليوم ترى أولاً طلب الشعب التونسي أو ما طلبش ما نعرفوش، طلب ولا ما طلبش، إلى حد الآن لم يكن هناك معناها أسلوب أو مقاربة معينة لمعرفة راي الشعب في في الموضوع هذا لكن هل ان المساواه قاعده تتجزا مع اراده الشعب او في العديد من الاحيان يجب على الحكام ومن خلال رشد معين لهؤلاء الحكام فرض مسائل معينه على الطاوله للمضي قدما بالمجتمع نحو مراحل جديده يمكن ان يكون القانون اداه لاختصار المسافه في التاريخ ممكن أذكر حادثة نقلها لي أحد المرافقين الأمنيين للرئيس برجيب. بعد قبل زيارتي فلسطين وإلقاء الخطاب الشهير تم الإتفاق مع الرئيس جمال عبد الناصر على إعتراف بقرار التقسيم ولكن حينما صعد كلاهما إلى المنصة يعني الزعيم جمال عبد الناصر في ذلك الوقت قال لا. فخرج الرئيس بورقيبة غاضبا قالوا ليش زعلت يا سيادة الرئيس هذا يعني من نقل أحد المرافقين الأمنيين قالوا بورقيبة أنت تحكم في شعبك ولا شعبك يحكم فيك أنت تحكم في شعبك ولا شعبك يحكم فيك كان ذلك يمكن أن يكون مفهوم في وقت الرئيس بورقيبة الاختيارات لانه لم يكن بالامكان الا ان يختصر المسافه في التاريخ. اليوم دخلنا مرحله جديده مختلفه تماما. يعني حينما اقول الشباب في القصرين قلت المره الدستور الحقيقي هو الذي خطه الشباب على الجدران نحبوا نعيشوا كيفكم. اذكر مره اخرى في التاريخ كنت اقوم بدراسه ما في هذا مطلب مساواه لا لا نحبوا نعيشوا كيفكم, نعيشو كيفكم المساواه في الحقوق والواجبات نحبوا نعيشوا كيفكم كنت ذهبت الى القصرين سنه 85 ما زلت في ذلك الوقت طالب ولكن دراسه حول لو سيرفيس بيبليك دو لا سونتي سيستم ريفيرونسيال بروفان واعرف الكل الرياف القصرين من تلك الفتره تحت الاشراف في المركز الدراسات والبحوث والنشر التابع لكليه الحقوق كان منتهى الحلم في ذلك الوقت بالنسبه الى العديدين في القصرين هو النزوح الى مركز الولايه اليوم في القصرين الشباب وفي كل ولايات القصرين يعرف اللحظة لحظه فقط واصل بالنسبه الى المساواه اعطنا المساواه يعني العدل وهناك فرق قاعد نكتشف في قسم مشترك لك مع العديد من الوجوه السياسيه لا لحظة. ما تجاوبنيش على. لا نجاوبك تفضل <applause> سأجيبك ما يشفي غليلك وغليل كافة المتابعين. <applause> لحظة <تصفيق> على المساواة في الأرث. لا لا أجيب بكل صدق لأني ثابت على المواقف. قضية المساواة مبدأ المساواة كما تم التنصيص عليه في الدستور بين المواطنين والمواطنات على عكس بعض الدساتير الأخرى. التي تنص على المساواة بين المرأة والرجل على غرار الدستور الألماني أو الدستور البرتغالي أو الدستور الإسباني. أنت حين تدخل إلى بيتك لا ت يعني مع أبنائك أو مع أبويك لا تقول أيها المواطنون أيتها المواطنات هي حالة شخصية. وليست حالة لا تتعلق بالمساواة بين المواطنين. ابنك مواطن في الشارع أو والدك مواطن في الحياة العامة في المدينة هذه لا سيتي. الجانب المتعلق بالمساواة هنا يتعلق بالم... بالعدل، منظومة الاسلام والنص الاسلامي يقوم على العدل لا على المساواة الشكلية. المساواة لأن قضية المساواة يقول جورج فيدال سيتان كونسيبت انيجماتيك جورج فيدال لو فينومين في فرنسا يعني من أكبر الفقهاء الذين عرفتهم فرنسا في القرن العشرين يعني الليغاليتي هل تحقق العدل الفرق بين العدل والمساواه الشكليه المساواه لا تحقق العدل انت لديك مليون وانا لدي عشرة دينارات لنا متساويين في حريه التنقل او في حريه الملكيه او في حريه مختلف الحقوق الاخرى ولكن هل اننا متساوون بالفعل؟ المنظومة الاسلامية للشريعة كما وردت هي منظومة كاملة تقوم على العدل وليس على المساواة الشكلية. أنت مطالب بالإنفاق على زوجتك، أنت مطالب بالإنفاق على والديك. زوجتك ليست مطالبة بالإنفاق عليك. الجد مطالب بالإنفاق على حفيده في صورة وفاة ابنه. الحفيد مطالب بالإنفاق على جده، ليست الحفيدة. هناك تصور كامل يقوم على العدل لا على المساواة الشكليه وفيها نقاش كبير يعني حتى في فرنسا وفي هذا هذا كل هذا يفرض سلطه ابويه كبقيه الأديان ليست التي سلطه, تفرض أبوية. سلطة ابويه لا, لا سلطه أبوية. هذه القطع النظر انت كزوج زوجتك لا قدر الله يمكن ان تشتكي للقضاء لانك لا تنفق انت لا يمكنك ان تشتكي الى القضاء لان زوجتك لا تنفق هي تساهم يعني هذا التصور يعني لا يمكن اخذ جزء من المنظومه كامل. في كانت. اول الحوار سالتك قلت لك شنو هي مجمل المراجع اللي ترتكز عليها فينا يعني نلقى على المفاهيم. مرجع اللي هو الدين الاسلامي واحكامه هو احد مراجعك مثلا اللي هي أه. حاجه نكتشفها توا. لا احد مراجع وما العيب في ذلك؟ ما قلتش فما عيب في ذلك مش مراجع هذا بالنسبه فما نفي يعني. الاعتبار هذا التصور هذا انه فما مراجع معينه هذا شكل قرارك السياسي وفكرك السياسي وتو اكتشفت اللي, اللي فما مرجع آه مرجع هذا تصول وهذا قناتي لان المساواه الشكليه لا تحقق العدل لو كانت م -م. المساواه هي المطلوبه يعني لكانت قصور العداله تسمى قصور المساواه يعني مثلا شخص مساواه اجرائيه نعم منظر في رساله العدل لابن مسكويه وستلاحظ هذه الفروق بين المساواه والعدل يعني الفرق ان تكون لك يعني فكره على هذا تصوري هذه قناعتي وللشعب ان يختار انا هذه قناعتي يعني لا يعني انك في كل المساله هذه حتى المرجعيه الاسلاميه هي مرجعي مرجعيه مرجعيه اسلاميه لان تقوم على العدل لا يعني ان اسلام هناك فرق بين المسلم بين المسلم واسلامي انا مسلم واعتز بذلك انا عربي وهذا قدري وانا مسلم وانا اعتز باسلامي ولكن لست وصي على اي كان وانا اعتقد ان الاسلام كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم قل امنت بالله ثم استقم لو كان لدي ان اكتب على كل المسجد وفي كل قل امنت بالله ثم استقم استقم مع نفسك واستقم مع سائر من يحيط بك في كل مكان يعني لا تقول ان المرجعيه لان هذا راي بورقيبه في عام 81 قال حينما ذهب اليه عدد من الاساتذه ومن رجال السياسه قالوا له لنراجع المنظومه في الارث المساواة بين المرأة والرجل قال هناك نص واضح في القرآن يعني أن حين أقول نص واضح في القرآن يعني أن أقول ذلك لأنني مقتنع بذلك وهذه قناعتي الشخصية ولست لا أواري كما قلت منذ قليل لا أتردد يعني ولا أخاف إلا الله رب العالمين يعني ليست قضية يعني أحاول أن أستجدي بعض الأصوات ولكن هذا تصوري ومنذ عقود وليس بمناسبة الانتخابات بيه موجة موقع سياسي هو موقف مبدئي كلامك واضح ولا وحتى يقع التفريق بين المساواة والعدل واضح وأعطنا إرثنا أيضا قبل ذلك في الوطن لكل المتساويين في إرثنا في الوطن أفضل من الحديث عن هذه القضايا متساويين يعني في ارثنا بالوطن يعني وهنا نحكيو على المسائل السياديه الكبيره رئيس الجمهوريه هو يسهر على سياده البلاد زاده وكل شيء وهنا نحكيو على العلاقات الخارجيه وحكيت عن على الاسلاميين وعلى الفرق بين المسلم والاسلامي اللي عنده مرجعيه اسلاميه يتكملها في العديد يكون لدينا الوقت الكافي وساحدثك عن هذه المفاهيم بما يشفي غليلك <applause> حول هذه الفروق <applause> هنا فما اليوم في العلاقات الخارجيه تونس بعد الثوره عاشت مراحل مختلفه فما شراكات تقارب مع دول معينه مع مصالح اقتصاديه تكون مربوطه بمصالح دبلوماسيه وكل شيء على المستوى العربي رينا فما عبارة على قطبين يستقطبوا الأحزاب في تونس ويكونوا يأثروا على السياسة الخارجية اللي هو من ناحية العربية السعودية والإمارات ومن ناحية الأخرى قطر ولهم حلفائهم نعرفوا مصر اليوم مع شكون مصر كيف كانت إسلامية تطرح السؤال التحالف هو مع الشعب التونسي يعني التحالف هو مع الشعب التونسي ويكفينا من التحالفات التي عصفت بالمنطق كان التحالف هو مع إرادة الشعب التونسي لا نقبل أن كيف أت... تعرف اليوم إرادة الشعب التونسي فيما يتعلق بالسياسة الخارجية إرادة الشعب التونسي له مصالح عليك أن تعمل من أجل تحقيقها في إطار التفاهم مع الـ الدول المحيطه بنا مع الشمال هذه علاقاتنا التاريخيه منطقتنا في المغرب العربي علاقاتنا مع دول الشمال في مع الاتحاد الاوروبي يعني لم وبالتالي الواقعيه والبراغماتيه هي هي مصلحه الشعب التونسي كما م. لدينا مصالح لديهم مصالح والمهم هو ان كل طرف ان يسعى بكل صدق وبحسن نية لا ان يسعى بحسن نية ان نتفاهم هناك بعد انساني يجب ان نتجاوز هذه المسارح الضيقه يعني لا نسمع الا الدمار والحروب والضحايا والانفجارات والارهاب والافضل من يعني الاتفاقيات لابد منها بين الدول <applause> والمهم مصالح تونس والمهم التفاهم بين الشعوب والامم يعني في الشمال هم لديهم مصالح لكن لا يعني اننا في حاله صراع مع اي كان لنفهم أننا من جنس الانسان حقوق الانسان يعني فضلا عن حقوق المواطن في الداخل حقوق الانسان تقتضي ان نسعى معا هل تتبنى حقوق الانسان في مفهومها الكوني؟ نعم يعني نحن صادقنا على العهدين منذ زمن بعيد البروتوكولين للامم المتحده المتعلقين بالحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه وبالحقوق المدنيه والسياسيه يعني ثقة سعيد نعم هنا فما تناقص لانه كي تقول لي مساله المساواه والعدل وتحتكم للمرجعيه الاسلاميه للتفريق بين مفهومين طبعا هذا حقك وحريتك وفكرك بين مفهوم المساواه والعدل لكن من ناحيه اخرى تقول لي اللي انت يعني تؤمن من سبعين صدقنا له والاخرين 66 ومن ناحيه اخرى تقول لي اللي انت تؤمن وتتبنى منظومه حقوق الانسان في كونيتها ما لا نتصور وانا ون... أه... اتصور العكس مش نتصور المهم مش انه انا شنو نتصور المهم انه عطل... انت شنو تقول ال... تعرف المشروع... سي قيس سعيد لا لحظه فقط مشروع سي قيس طوتي... سعيد لحظه فقط لحظة توتية... سعيد. لحظة لا لا لحظه من بعد جاوبني على سؤال تسوء... دستور 59 جاوبني 50. على سؤال كان باش نص على, على ساعه استنى لحظه جاوبني على سؤالي دستور 59 ما يهمنيش صبرا قليلا ما يهمنيش صبرا قليلا انت لا تستطيع معي صبرا صبرا قليلا هذا في دستور 59 مشروع دستور الاعلان كان في وكتبه المرحوم علي البلهوان الاعتراف يعطيه الصحه يعطيه الصحه الاعتراف بالاعلان العالمي لحقوق الانسان موجود لدي بالبيت كيف يمكن ان اكون انا اقول لك البعد الانساني البعد واضح. الانساني الانسان هو الانسان يعني في كل مكان الا ترى تناقضا, لا تناقضاً بين بينا رفض المساواة في الإرث من منطلق الفرق بين العدل والمساواة لكن في نفس الوقت تتبنى منظومة حقوق الإنسان في كونيتها خاطر تتبنى منظومة حقوق الإنسان في كونيتها مثلا أنت عبرت على مواقف أخرى متعلقة بمسائل مسائل معناها قاعده عالقه والحقيقه معناها فما مشكله اليوم مم يعني في تونس انه المسائل هذه قاعدة عالقة عالقه مثلا الفصل 230 ومساله ومساله الفحص الشرجي وكل شيء هل انه من حقوق الانسان البحث في شرج المواطن بالنسبه مثلا لنا 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 بالنسبه للفضاء أو الخاص او التحليل المتعلق اللي اللي بالفصل لنا 52 وبالمخدرات معناها بالكونيه الكونيه ايضا لابد من ان تكون تجسيد واتفاق وتفاهم بين كل الشعوب، هناك مبادئ مشتركه. <applause> يعني ليست من جهه واحده تسلط على الجميع. طبعا. وعشنا معنا في ظل في غياب الدستور. هي تعبر اللي نضج عن نضج الانسانيه. لا. نضج الانسانيه، النضج وثم الكونيه لا يعني غياب يجب ان تكون عمليه تجميع وليست عمليه فرض جمله من الاختيارات من جانب واحد. يعني هذا واحد وتشوف حتى النقاشات وحول العهدين والاعلان لا مجال للتراجع فيهما يعني مم. واضح مم. لكن لابد من ان تكون الكونيه تجميع وليست مصدر واحد هو الذي يفرض جمله من الاختيارات مم. بالنسبه الى هذه القضايا التي تطرح يعني مم. هي في الواقع مجرمة اليوم بالقانون مم. ولم تطرح يعني المسائل هذه هو من المأساة في تونس بدأنا من ختان البنات إلى ختان يعني كان القضية الختان يعني صارت القضية لمسألة الختان مش قضية لكن لا لا العالقة يعني تتعلق شيء بحياتنا اليومية الحياة اليومية الحياة اليومية تقوم على الحرية على الحريات هي مشروع الشعب التونسي هو الحرية مشروع الشعب التونسي هو الحريه يعني أنا مشروع المشروع الشعب التونسي هو الحريه لا ماركاش مش ضد الحريات المشروع الحقيقي هو الحريه وانا جيب فم مسائل المتعلقه هذه انت في الفضاء الخاص حر ماليش بتدخل فيك م. ببيتك م. ولكن الفضاء العام هناك مجموعه من القيم للحفاظ على الفضاء العام م. على القيم داخل الفضاء العام وتحدثت في مناسبات كثيره عن الضروره ان ننتقل من دوله القانون والمؤسسات الى مجتمع القانون يعني يكون القانون معبر حقيقه عن اراده المواطنين عن اراده الاغلبيه يكون القانون مستبطا من قبل الجميع كما حصل في تلك الايام بعد 14 وبالتالي نحاول نعطيو مثال واقعي جدا للمساله هذه في, في علاقه بالقانون 52 وباستهلاك ما يعبر عليه بمخدر الزطلة واحد في داره قاعد تكيف سيجارو زطلة هل أنه للدولة دخل في العملية هذه؟ على الدولة أن تحمي المجتمع من التفت أنا لست وصي عليه في أي شيء ولكن إذا كان هناك خطر يتهدد المجموعة على الدولة أن الحالة يعني في, في, م... في الحالة هذه ما في افتراض او لا لا مش افتراض في الحالة هذه نخرج انا وياك على 100 متر تو تشوف حطام من البشر حطام بقية باقية مش من اصوات بقية باقية من بشر أليس من واجبك أن تنقذ هؤلاء من الوضع الذي تردوا فيه مم. يعني تشوف ترى اللي وضع اللي معناها اللي وصلوا له مثلا في علاقة مخدرات لا ولا غيره وضع مأساوي مم. نرى تلقى الطفل ولا تلقى ما اذكر يعني بعض في الاحياء هذه حطام حطام ينخليه حطام نخليه يتحطم نخليه يمشي في الاتجاه ذاك اما خير نحفظ المجموعه ولا نخلي المجموعه معنا تتفتت مش من مهمتي دوري كان مش تحفظ المجموعة م. يعني خلينا المشاكل بتاع الاقتصاد والاجتماع خلينا المشاكل فيه. لا لا سمح حتى كنت خلينا في ترتيب خلينا الأولويات, الأولويات في لا في لا, اليوم. لا, مش ترتيب الأولويات حتى في التوقيت اللي أولويات, الشعب التونسي. الصحة وتعليم أولويات الشعب الصحة والتعليم أي أولويات الشعب والنظام السياسي خلينا فيهم وقتنا أنت لا لكن المسائل هذه تنجم تكون جانبية لكنها مهمة في الحياة اليومية وهي مرتبطة أيضا بجانب آخر أنت توقيت تحكي عليه اللي هو الجانب الأمني تعرف اللي احنا عشنا مده طويله تحت نظام بوليسي وتحت دوله قمعت برشا لكن اليوم فما توازن معين نحاول نلقاوه بالمجتمع المجتمع بين الحريات وبين الامن في الملف الامني اللي مباشره هو الرئيس حسب دستور 2014 مسؤول او يسهر على الامن القومي وهي من اهم من اهم صلاحياته وهلا مات عشنا حاجه دير مش يامات، نهار الخميس اللي فات بالضبط أه عشنا حاجه في المحكمه في محكمه تونس هو اللي صار ما بين محامي هيئه الدفاع عن شهداء شكري بالعيد والحاج محمد البراهمي من ناحيه وكيل جمهوريه تونس اللي المساله تحولت الصراع قطاعي كبير وفما تعفن في علاقه بالحقيقه حول الاغتيالات السياسيه والحقيقة والتفاصيل حول ما عبر عليه بملف الغرفة السوداء والجهاز السري الذي قيل أنه يتبع حركة النهضة كيف ترى دورك كرئيس جمهورية في حالة انتخابك وكيف ترى تسير والرهان حول الحقيقة في الملفات هذه أول شيء قبل يعني حتى الدساتير وقبل نصوص الدساتير هو القضاء المستقل يعني هذا يردد دائما ولكن ليس شعار يجب أن يكون مستقل وأن نحقق كل شروط استقلالية القضاء وكنت من بين ما اقترحت حينما قصة القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى القضاء يمكن أن يكون موضوع دراسة أطروحة في الدكتوراه لماذا؟ لأن كل طرف يريد أن يسيطر على القضاء الاطراف السياسيه والاطراف الخفي ايضا يعني هل لكم ادوات قانونيه انا يعني بالنسبه للمجلس الاعلى للقضاء لو كان لدي ان اختار المجلس الاعلى للقضاء يتركب معنا في الثلثين في حدود الثلثين من ممثلين بالانتخاب عن كل القضاة من مختلف الرتب والثلث المتبقي يتم اختيار اعضائه من قبل من تم انتخابهم ولكن من القضاة المتقاعدين الذين لا يمارسون وظيفه اخرى، نوع من الحكماء اللي لهم تجربه ولهم خبره. يعني عوض تقاسم او محاوله التسلل الى المجلس الاعلى للقضاء يعني يبقى فقط متركبا من القضاه المباشرين في حدود الثلثين والثلث المتبقي من قبل الاعضاء المنتخبين ولكن من القضاه. المتقاعدين الذين لا يمارسون وظيفه اخرى. يمكن ان افتح قوسين هنا حتى بالنسبه الى المحكمه الدستوريه. هل ستكون محكمه بهذا الشكل؟ ام ستكون امتداد للتوازنات السياسيه؟ وكنت اقترحت يعني وهذا ليس بالجديد يعني منذ اعوام ان تكون المحكمه الدستوريه متكونه من تسعه قضاه. ثلاثه من اقدم رؤساء الدوائر بمحكمه التعقيد. ثلاثة من أقدم رؤساء الدوائر بالمحكمة الإدارية، ثلاثة من أقدم رؤساء الدوائر بالمحكمة المحاسبات. علاش من أقدم اللي مازال له شهرين، اللي مازال له عام. يصير التداول باستمرار، يعني وما بيتمش الاختيار عليه بناءً على الاسم، ولكن لأنه الأقدم. ثم يمكن أن تكون هيئة خبراء من خمسة خبراء تبدي الرأي. يعني ويبدي الراي المنفرد والراي المخالف وتنشر من بالرائد الرسمي يكون هناك نوع من التداول الطبيعي وهناك رقابه داخليه يعني في الداخل وهناك مده معينه يعني ما زال اقدم يكون عنده ستة اشهر ما زال ولا ثلاثة اشهر ولا عام ما عادش يبحث عن جزاء من قبل السلطه السياسيه لأنه المحكمة الدستورية بالشكل هذا اللي موجودة حتى هيئة تحكيمية ما تجيش معنا كل واحد لأن الهيئة التحكيمية حينما تصدر قرار لابد من تصديق رئيس المحكمة الابتدائية على قرار التحكيم لأن كل واحد معنا كلاعبة الورق ألقي ما بيدك سألقي ما بيدي تكون إيه والدور بتاعها راه مش هين باش تكون كو كونستيتيون ستشارك في تأويل الدستور فأعطينا القضاء <applause> توفر له كل الشروط الاستقلاليه الحقيقيه الاستقلاليه الحقيقيه حتى يعني يكون القضاء ليس الامر بالهين يعني بالنسبه للقضاء طبعا ليس بالهين <applause> يعني ولابد من الخروج من هذه الوضعيه التي ال اليها القضاء يعني مخطر ما تقول خطر يعني حتى يكون القضاء فوق كل الاعتبارات السياسيه مهما كانت <applause> اليوم القضاء موجود في الاعتبارات السياسيه بحكم ان القضاء اصدر بطاقه ايداع والمرشح منافس في الدوره الثانيه الرئاسيه اللي هو نبيل لست في سباق موجود مع لا 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 انا لست في قلت منذ البدايه لست في سباق مع احد طرحت مشروع على الشعب التونسي ليختار بكل ليختار بكل حريه، لم ادخل في سباق، لم ادخل في منافسه، الوضع هذا غير طبيعي وحاولت قدر الامكان يعني النتيجه لهذا الوضع غير الطبيعي الا اتدخل اقتناعا مني يعني لاسباب اخلاقيه لا استغل هذا الوضع لفائدتي يعني حتى عدم خلينا من إن فائدتك أنا... ولا مش فايدتك؟ لا لا ما... شنو رايك في المرشح منافسك هل انه مشروعه ممكن يكون ايجابي للجمهوريه التونسيه أنا... انا في حال انتخابه اؤكد لست في تنافس لم اطرح ابدا اسم اي كان مع احترامي للجميع بدون استثناء وشكرت يوم الاعلان عن نتائج ال الاوليه من قبل الهيئه المستقل العليا المستقله للانتخابات كل المنافسين هل تحترم وش... حتى المنافسين اللي هما مسؤولين على الوضع الكارثي في البلاد وتحترم حتى المنافسين في المقابل الاخر آه اللي متهمين بتبييض الاموال وبالتهرب الجبائي؟ هذا امر يعود الى الشعب التونسي لكن هم ترشحوا لكن انت هنا آه تقترح على الشعب التونسي تمثيله وبالتالي آه من المفروض انه يكون عندك نظرة ورأي وال... على المسائل هذه أي... تريدون أن أتوجه إليهم بالسب والشتم؟ لا <applause> أريد شيئا أريد رأيك أريد رأيي رأيي هو أنني لست في منافسة لأي كان طرحت مشروع وأليات قانونية على الشعب التونسي المنافسون الآخرون هم اختاروا طريقا أخرى اختاروا خطابا آخر انا لا اريد ان اتحدث عن اي كان احترم الجميع وكنت افضل الا اكون يعني الاشخاص في هذا الوضع ولم يعني اخلاقيا لم ارد ان اتحدث يعني حتى في وسائل الاعلام حتى يعني يكون هناك حد ادنى من التكافؤ يعني هذا بيني وبين نفسي واضح سي السعيد شكراً, شكرا على استقبالنا هنا شكراً, شكرا على الوقت وسعه الصدر في الاجابه لكم. على مختلف اسئلتنا وكل شيء نكمل نتبعوا الحمله الانتخابيه هذه اللي انت <applause> <هذية. تصفيق> تفضل سماها حملة, حملة تفسيرية أيه. أنا نلتزم بتسميتها حملة انتخابية في القانون. لكل أيه. من آه <applause> معناها الفوكابولير اللي اللي يستعملوا والمرجعية نتاع الفوكابولير المرجعية <applause> المرجعي <applause> بالفعل حملة تفسيرية وليست حملة انتخابية بالمعنى المعهود والمألوف وشكرا شكرا جزيلا شكرا <applause>